أكثر تفاصيل مع فاروق خضراوي ونجمة بوكرش. ككل مرة يغتنم الكثير من شباب ولاية المسيلة فرصة عيد الأضحى المبارك، فيتوجهون بزادهم إلى أعالي الجبال ويجعلون من المناطق الغابية أماكن لقضاء أحلى الأوقات بالأعداد لجلسات يطبعها شواء اللحم على الجمر وسط الطبيعة الخلابة والهواء النقي. عندنا كل عيد أضحى نطلعوا إحنا والأحباب والأصحاب نديروا فيها قاعدة زينة، نديروا فيها الشوى، نطلعوا معنا اللحم الفلفل المشاكل هذيك، ونديروا فيها قاعده زينه ونخلوا بلايصنا كي نكملوا نخلوا بلايصنا نقيه. كل عام تطلع العائلات هنايا، يجوا من كل ولايات، يجوا من كل دوائر، يجيبوا اولادهم هنا، يجوا يريحوا هنا، يجوا يجيبوا معاهم طواب المشاكل تاعهم. ما يزيد من متعة هذه الجلسات هو تحضير الشباب لأطباق خفيفة ترافق عملية شواء اللحم الذي يطهى فوق نار هادئة ليقدم في الأخير بأحلى مذاق في أروع لمة أخوية بين الأشجار ونسيم الغابة. هنا في الغابة نشو ونديروا فيها قاعدة، نقصروا قاع لحبة في بعضنا، وبعد كي نكملوا ننظفوا الحالة هنا ونطويوا الحالة، ننظفوا بلاصتنا ونقلبوا بلاصه نقيه، كش ما فضلنا ما ولا نزقوا به الشجر. الشواء على الهواء الطلق ظاهره اعتاد عليها الناس في المسيله، مستغلين في ذلك اجازه العيد من اجل كسر الروتين، خاصه وانهم يحرصون على سلامه المحيط البيئي المستعمل لهذا الغرض بتنظيفه عند نهايه الجلسه.